أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، والفقرة الحوارية الهامة من خلال هنا مسبيرو على شاشة التلفزيون المصري، وهتكون عن موضوع مهم جدا، يعني أي موضوع بيختص بجودة الحياة بالنسبة للإنسان وصحة الإنسان هو بيعتبر في قمة الموضوعات الهامة. هنتكلم النهاردة على يعني موضوع تحسين جودة الهواء، إزاي بندير المخلفات وإزاي نديرها إدارة صحيحة بحيث أنها يكون لها أثر إيجابي صحي على المواطن، وأيضا أثر اقتصادي. المخلفات إذا أديرت أو تم تدويرها بطريقة صحيحة بتدر عائد كبير جدا على الاقتصاد المصري. بسعدنا أن أرحب بضيفي الكريم اللي بيشرفنا في هذا اللقاء، الأستاذ ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لقطاع المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات. أهلا بك أستاذ ياسر، وسعداء بوجودك معنا على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا. في البداية أنا يعني يمكن عرفت حضرتك وقلت والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تدينا حضرتك فكرة عن دور هذا الجهاز في يعني حماية البيئة المصرية وحمايتها من التلوث، سواء تلوث الهواء أو تلوث البيئة بشكل عام. تفضل. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا على مدار السنوات السابقة كان في منظومة جديدة لإدارة المخلفات. المنظومة دي لازم يبقى ليها إطار مؤسسي، إطار فني، إطار تشريعي، إطار مالي. الإطار المؤسسي لازم نحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات، وفي إطار ذلك تم إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنشأ بالقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات. دور الجهاز ده هو تنظيمي وتخطيطي ورقابي. عملية التنفيذ هتتم تنظيم وتخطيط ورقابة. هايل. ليه أدوار محددة طبقا للقانون، بيعد نماذج كراسات الشروط والمواصفات لطرح منظومة جيدة لإدارة المخلفات، بيعد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأنواع المخلفات بكافة أنواعها سواء مخلفات خطرة أو غير خطرة، بيضع نظام وطني للمعلومات، نظام وطني للمعلومات فيما يخص منظومة إدارة المخلفات. أيضا قانون رقم 202 سنة 2020 بجانب الاختصاصات اللي فوض بيها جهاز تنظيم إدارة المخلفات أعطى حق عملية التنفيذ وتشغيل المنظومة للمحليات عن طريق القطاع الخاص على حسب نوع المخلفات. لو مخلف غير خطر هيتم تنفيذه عن طريق القطاع الخاص من خلال المحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية، لو مخلف خطر هيتم تنفيذه من خلال الوزارة المعنية، وزارة الصحة، وزارة البترول، حسب نوع المخلف. ده ملخص لدور جهاز تنظيم إدارة المخلفات والسبب من إنشاء الجهاز طبقا للقانون 202 سنة 2020 هو دوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي. هايل. فأثناء كلام حضرتك ذكرت كلمة مخلفات خطرة ومخلفات غير خطرة، برضو نعرف السادة المشاهدين احنا بنشتغل من خلال الإعلام والتعاون مع حضراتكم لرفع الوعي العام للمواطن المصري بالأشياء التي تهدد الصحة العامة للمواطن وتؤثر على نظافة البيئة. ايه هي المخلفات الخطرة والمخلفات اللي برضو يجب التخلص منها ولكن لا تساوي خطورة هذه المخلفات الأولى؟ القانون لما صدر عرف ايه هي المخلفات الغير خطرة. المخلفات الغير خطرة دي ممكن تكون المخلفات المترتبة على الأنشطة المنزلية، اللي هي المخلفات العادية اللي بتتولد عن المنازل والوحدات السكنية والوحدات التجارية الغير ضارة بالبيئة أو لا تتسم بصفات الخطورة. ممكن المخلفات البلدية، اسمها المخلفات البلدية، ممكن مخلفات الزراعية، ممكن مخلفات الهدم والبناء، ممكن في نوع من المخلفات الصناعية الغير خطرة. المخلفات الخطرة والقانون عرفها بخصائصها. يعني ايه خصائصها؟ ليها خصائص معينة. هي خصائص السمية والقابلية للاشتعال، ممكن تبقى مخلفات طبية، ممكن تبقى مخلفات بترولية، على حسب خصائص المخلفات الموجودة فيها. قابلية للاشتعال هنا ممكن تدخل بقى المخلفات البلاستيكية طبعا، قابلية للاشتعال أو مخلفات إلكترونية أو كهربائية، المخلفات الطبية لأن فيها نسبة عدوى عالية، دي بتندرج تحت بند المخلفات الخطر. القانون لما صدر واللائحة التنفيذية وضع ضوابط واشتراطات للتعامل مع كل نوع من المخلفات، وازاي نتعامل معاه، وازاي آلية تدويره، آلية التخلص الآمن منه. ده وفقا للائحة، وفي اشتراطات موضوعة لكل وزارة معنية للتخلص الآمن من المخلفات المتولدة عن النشاط الخاص بالوزارة المعنية. هايل. طبعا بيتم التعامل مع كل نوع بطريقه مختلفه عن النوع الثاني. المخلفات الخطره لها طريقه تعامل غير المخلفات الثانيه طبعا، وليها آلية في التخلص مختلفه عن المخلفات الخطره، مختلفه عن المخلفات الغير خطره نهائي في آلية التخلص الآمن. تمام. هو ده هيكون سؤال التالي،
ايه هي اليات تدوير تلك المخلفات وكيفيه الاستفاده منها، لان انا يعني الغرض مش هو التخلص من المخلفات فقط ولكن الاستفاده منها وازاي يكون في عائد اقتصادي كبير جدا. احنا بنسمع كده ان الناس اللي بتجمع القمامه من المنازل لا بيستفيدوا استفاده كبيره جدا القطاع الخاص يعني اقصد. طبعا بس خلينا طبعا. بس لما نيجي نحسب التكلفه الخاصه بالمنظومه ما نبصش لجزء خاص بالمنظومه ونسيب بقيه اجزاء المنظومه. طبعا نتكلم عليها بشكل عام. بشكل عام. فخلينا نتكلم في اطار منظومه اداره المخلفات على انها خدمه وليست لها قيمه اقتصاديه بتغطي تكلفتها. منظومه اداره المخلفات فيها اول مرحله مرحله جمع المخلفات، المرحله الثانية مرحلة نقل المخلفات للأماكن المخصصة لها، المرحلة اللي بعد كده هي مصانع تدوير المخلفات، المرحلة اللي بعد مصانع تدوير المخلفات هي المدافن الصحية الآمنة. هايل. البنية التحتية اللي شرحتها لحضرتك دي، البنية التحتية دي ليها تكلفة الدولة تحملتها على مدار الثلاث سنوات السابقة. تم عرض المنظومة على فخامة رئيس الجمهورية، حددنا فيها البنية التحتية المطلوبة من مصانع تدوير مخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وآلية رفع التراكمات الموجودة على مدار السنوات السابقة بحيث أن يتم تنفيذها، بحيث أن القطاع الخاص اللي جاي يشغل المنظومة دي. طبعا لما بدأنا بالتعاون مع الوزارات المعنية في إنشاء البنية التحتية المطلوبة بدأنا من حوالي 4 أو 5 سنوات وصلنا لنسبة كبيرة من البنية التحتية. حاليا احنا في إطار تشغيل البنية التحتية. في عقود تم إبرامها لإدارة البنية التحتية. هنا برضو عشان نوضح للسيد المشاهد الكريم بتكون عبارة عن إيه يا أستاذ ياسر؟ لو رجعت حوالي 30 أو 40 سنة مصر ما كانش عندها بنية تحتية تخص منظومة إدارة المخلفات، ما كانش عندنا مصانع لتدوير المخلفات، ما كانش عندنا مدافن صحية للتخلص من المرفوضات الناتجة عن عملية التدوير. بعد عملية التدوير دي في نسبة غير قابلة لعملية التدوير لازم يتم التخلص منها داخل مدافن صحية. كان آلية التخلص على مدار السنوات السابقة في المقالب العشوائية اللي كونت جبال، بيحصل عملية اشتعال المخلفات، بيحصل تسريب للتربة لمواد ضارة بالبيئة، كل ده بتأثر على صحة المواطن والصحة العامة. كل الأمور دي انعكست، لازم نضع منظومة جيدة لإدارة المخلفات. المنظومة دي ملخص المنظومة ان لازم يبقى عندنا بنية تحتية تستقبل المخلفات دي، يتم خلق قيمة اقتصادية للمخلفات دي، ينتج عنها قيمة اقتصادية ممثلة في المعالجة البيولوجية الميكانيكية للمخلفات، بيطلع منها سماد عضوي، بيطلع منها وقود بديل لمصانع أسمنت، بيطلع منها جزء مفروزات بلاستيك وكرتون وخلافه، الجزء المتبقي الغير قابل لعملية التدوير وده نسبته بتكون من حوالي 20-30%، ده اللي بيتم توجيهه للمدافن الصحية. البنية التحتية اللي في المدافن الصحية كان زي ما قلت لحضرتك كان قبل كده مقالب عشوائية، مقالب عشوائية دي بتخلص من المخلفات دون آلية سليمة للتخلص منها طبعا بيسبب مشاكل أكبر بعد كده. يمكن المدفن الصحي ده ليه اشتراطات بيئية وهندسية، في عملية تبطين داخل الأرض بيتم التخلص من المخلفات ودكها بطريقة سليمة بحيث أن ما يحصلش تسريب للتربة، كل دي اشتراطات عملية الدفن الصحي العام. ده ملخص البنية التحتية اللي احنا اشتغلنا عليه على مدار السنوات السابقة وازاي هنقدر نشغله خلال الفترة القادمة ان شاء الله. طب المحطات الوسيطة دي بتعتبر زي اللي هي الوسيطة المتنقلة دي بتعتبر برضو من الحاجات الجديدة اللي عملتها وزارة البيئة لخدمة البيئة والحفاظ عليها؟ طيب خلينا هي المحطات الوسيطة جزء لا يتجزأ من البنية التحتية. صحيح. اللي تم انشاء. يمكن لو ملخص الوضع، المخلفات اللي بتتجمع من الوحدات السكنية والتجارية بتتجمع بعربات صغيرة، العربات الصغيرة دي ما عندهاش القدرة انها تسافر مسافات طويلة لمصانع التدوير او المدافن الصحية، فبيتم تحديد نقطة وسيطة. النقطة الوسيطة دي بتتمثل ممكن تكون محطة وسيطة ثابتة او محطة وسيطة متحركة، بيتم تجميع منها فيها المخلفات وبيتم نقلها بعد كده لمصانع التدوير والمدافن الصحية. فالمحطات الوسيطة هي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية. وعندنا اكتر من محطة وسيطة. عندنا عدد كبير من المحطات الوسيطة على مستوى 27 محافظة. هي. اللي بيتم تجميع فيها المخلفات، في محطات وسيطة ثابتة، في محطات وسيطة متحركة،
فيها معدات لنقل المخلفات لمصانع التدوير. تمام. وبعد عملية التدوير والتخلص من المخلفات بيتم نقل الجزء المتبقي اللي هو البسيط للمدافن الصحية. هايل. ده شيء كويس جدا. طبعا في كل محافظة اكيد في مدافن صحية في نطاق كل محافظة. حاليا على 27 محافظة فيهم مدافن صحية. هايل. ما كانش موجود قبل كده. انا عشان كده حبيت انوه ان كل محافظة بيكون لها مدافن صحية خاصة بيها. يمكن من حوالي 5 أو 7 سنين ما كانش موجود في جمهورية مصر العربية غير مدفن صحي آمن أو مدفنين بس. تمام. طيب أيضا عشان تقدروا تنفذوا يعني التوجهات الرئاسية بالحفاظ على البيئة وصحة المواطن لازم وزارة البيئة كانت تعمل العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، بروتوكولات التعاون، وخاصة يمكن أكتر وزارة معنية بتتعاونوا معها في هذا المجال وزارة التنمية المحلية. طبعا. هل في بروتوكولات تعاون مع جهات أخرى؟ طيب البنية التحتية اللي شرحتها لحضرتك دي بتتم في إطار بروتوكول تعاون أو اتفاقية ما بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط ووزارة الإنتاج الحربي فيما يخص إنشاء مصانع تدوير المخلفات. تمام. بين نفس البروتوكول بس بينضم ليه مكان وزارة الإنتاج الحربي اللي هي العربية التصنيع فيما يخص إنشاء المدافن الصحية. ده البروتوكول الخاص بالبنية التحتية. وزارة التنمية المحلية بتتحمل تكلفة إنشاء البنية التحتية من الموازنة العامة للدولة. وزارة البيئة لها دور، هو اللي بتراجع التصميمات الهندسية والفنية الخاصة بالبنية التحتية وبتتابع عملية الإشراف وإعداد الكراسات والشروط الخاصة بعملية التشغيل. في دور لكل وزارة في البروتوكول ده داخل البنية التحتية. بجانب التنمية المحلية والوزارات المعنية عندنا وزارات أخرى بتشترك معنا في المنظومة، هي وزارة الكهرباء فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة كهربائية. جميل. يمكن وزارة البيئة تعاونت مع وزارة الكهرباء على مدار السنوات السابقة أنها تضع تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية. يمكن التعريفة دي صدرت 2019، احنا حاليا بننسق مع وزارة الكهرباء ان التعريفة تتواكب مع الفترة الحالية بحيث ان نوصل لقيمة عادلة تضمن للمستثمر عملية الانشاء والتشغيل. بمعنى هنا تقصدي حضرتك هنا يعني توضيح يعني التعريفة يعني ومين اللي بيحددها ومين اللي بيستفيد منها؟ التعريفة الخاصة بانتاج أيوة. الكهرباء من المخلفات بتبقى تعريفة بالكيلووات. تمام. طبقا للقرار رئيس مجلس الوزراء 2019 كان التعريفه 140 قرش لكل كيلو وات. كل كيلو وات بينتج من مخلفات المستثمر بياخد عليه 140 قرش. يعني اللي بيقوم بهذا الموضوع القطاع الخاص. القطاع الخاص. هايل. بينشئ وبيشغل وبيربط على الشبكه، وكل كيلو وات بيربطه على الشبكه كان بياخد منه 140 قرش. مع اختلاف الاسعار والبنيه التحتيه طبعا وعشان نشجع المستثمرين محتاج ان نحرك التعريف. تمام. فحاليا احنا في اطار دراسات فنيه واقتصاديه مع وزاره الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بحيث ان احنا نحرك التعريفه بحيث تتناسب ان تشجع المستثمر ان يخش في عمليه تحويل المخلفات لطاقه كهربائيه. دي وزاره الكهرباء. شغالين مع كل وزارة فيما يخص نوع المخلفات بتاعتها، شغالين مع وزارة الصحة فيما يخص المخلفات الطبية ووضع ضوابط واشتراطات التخلص الآمن منها، بداية من عملية التخزين وعملية النقل وفقا لضوابط معينة، سيارات مجهزة بنقل المخلفات طبعا. الطبية تم التخلص منها داخل محارق وأجهزة فرم وتعقيم مطابقة للاشتراطات، ونضمن المخلفات دي يتم نقلها والتخلص الآمن معها. هكذا مع كل نوع من المخلفات. ووزارة الزراعة فيما يخص المخلفات الزراعية وخلق قيمة اقتصادية ليها. يمكن احنا لما اشتغلنا مع وزارة الزراعة على مدار السنوات السابقة في مخلفات قش الرز حولناها من مشكلة لقيمة اقتصادية. صحيح. حاليا انتهت انتهاء كامل المشكلة أساسا، يمكن نسبة بسيطة جدا اللي بتحصل حرق المخلفات نادرا. بس احنا دلوقتي بيتم عملية تجميع مخلفات قش الرز بطريقة سليمة، بيتم توجيهها لمصانع الأعلاف ومصانع الورق وغيرها من مصانع اللي تستقبل، بتدر عائد اقتصادي كويس جدا كمان. ومش بس المخلفات الزراعية فيما يخص قش الرز، لا احنا عندنا مخلفات زراعية كتير. عندنا حجم كبير من المخلفات الزراعية ممكن يوصل لحوالي 30 و 35 مليون طن سنويا. كل نوع من المخلفات ده ليه آلية لعملية التجميع وآلية لعملية التدوير بحيث ان انا اخلق منه قيمة اقتصادية، وبالذات المخلفات الزراعية، ودي اللي شغالين فيها في الفرص الاستثمارية مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، ان يبقى عندنا فرص استثمارية للمستثمر ان يدخل في مجال تدوير المخلفات الزراعية، يتم ادارتها بطريقه سليمه صحيا وبيئيا، يتم التخلص منها، يتم زي ما حضرتك قلت يبقى ليها قيمه اقتصاديه. صحيح. يعني مع يعني الاسترسال الجميل من حضرتك ده بيخلينا احنا اتفقنا من الاول ان اداره المخلفات هي موضوع خاص
بالحفاظ على البيئة وصحة المواطن. وأرجعنا الحديث عنه أن احنا هدفنا أساسي مش عائد اقتصادي، ولكن مع تطور الحادث في يعني آليات إدارة المخلفات في عوائد اقتصادية طبعا. برضو يعني لازم نقول للمواطنين، عشان احنا هنتكلم بعد شوية مع حضرتك على أهمية رفع الوعي عند المواطن بالتعاون معكم عشان نجاح المنظومة دي، نتكلم برضو ان في عائد اقتصادي هيعود بالنفع على البلد. طبعا اتفضل. طيب المنظومة اللي زي ما شرحت لحضرتك فيها هي جزء خدمي وجزء بيدر عائد اقتصادي في مرحلة معينة. هي مش عوائد في مضمونها ليست عوائد اقتصادية بمئة في المئة، لكن ليها عوائد بيئية وعوائد اجتماعية وعوائد اقتصادية. العوائد البيئية وعوائد صحية كمان، لما أدير المخلفات بطريقة سليمة صحيا وبيئيا أنا بتجنب الصرف على الصحة، لأن المخلفات دي لو متمش إدارتها بطريقة سليمة هيتم إلقاءها في المجاري المائية أو التخلص منها عن طريق الحمل أمراض وأوبئة أمراض اللي بتنعكس على الصحة. طبعا. فلازم يتم إدارة المخلفات بطريقة سليمة، فده العائد من ناحية الصحة. توفير فلوس وتوفير علاج وصحة الناس وحياتهم. هترجمها يمكن البنك الدولي 2015 أو 2014 حدد تكلفة التدهور البيئي عن سوء إدارة المخلفات في مصر تعدى 6 مليار جنيه سنويا. ده تكلفة التدهور البيئي الناتج عن سوء إدارة المخلفات بس، فده كله بحسبه عائد اقتصادي طبعا. طيب في جزء آخر عائد اقتصادي من منظومة أثناء عملية التدوير. أثناء عملية التدوير عندي مصانع الأسمنت والمصانع لاستخدام الكثيف للطاقة بدأت دلوقتي تلجأ للار دي اف او الوقود البديل المشتق من المخلفات جزء في الطاقه داخل مصانع الاسمنت. مع ارتفاع سعر المازوت وارتفاع اسعار المحروقات، مصانع الاسمنت بدات تستثمر في مصانع تدوير المخلفات بحيث انها تنتج الوقود البديل ده اللي بتستخدمه في المصانع الخاصه بها كجزء من الطاقه، وده بيقلل التكلفه بالنسبه لها، فده عائد اقتصادي. طيب الاراضي اللي فخامه رئيس الجمهوريه بيتبناها الاصلاح الزراعي سواء مشروع مستقبل مصر او مشروع العوينات او خلافه اللي وصل لحوالي 6 مليون فدان بيحتاج سماد عضوي للاراضي الزراعيه دي. في جزء كبير من عمليه التدوير بينتج عنه سماد عضوي يستخدم في عمليه الاستصلاح الاراضي الزراعيه، ده عائد اقتصادي. في جزء خاص في بلاستيك، في كرتون بيتم توجيهه لمصانع البلاستيك ومصانع الكرتون طبعا. ده عائد اقتصادي. كل الامور اللي بتترتب على عمليه تدوير المخلفات بطريقه سليمه صحيا وبيئيا بتدر عائد اقتصادي، بجانب الجوانب اللي شرحتها لحضرتك، الجوانب الصحيه والجوانب الاجتماعيه. السياحة نفسها لما أنزل منطقة داخل القاهرة أو أي محافظة والشارع نظيف وبيتم التعامل مع المخلفات بطريقة سليمة صحيا وبيئيا، ده بينعكس على عملية السياحة داخل مصر. صحيح. فليها أبعاد كتير، أنا ما ببصش للمنظور الاقتصادي فقط، أنا ببص للأبعاد كلها الناتجة عن المنظومة اللي في الأخير بترجمها لفلوس أنا كدولة بتحملها. فده الإطار الخاص بالمنظومة. طيب في إطار حديثنا برضو على الحفاظ على البيئة، جزء هام جدا من البيئة هو الحياة بتاعتنا، من غيره مش هيبقى في حياة، وهو الهواء. قياس نسبة تلوث الهواء في الجو، أكيد في أجهزة وفي جامعات أنا أعرف فيها مراكز متخصصة كمان لقياس جودة الهواء أو مدى تلوثه، أكيد عندكم قياسات لهذا الموضوع، وأكيد مهم جدا إن أنا أحافظ على قد ما أقدر من خلال أجهزتي المختلفة والتعاون مع يعني مراكز متخصصة في الحفاظ على جودة الهواء اللي بتنفسه الإنسان. مظبوط. طب إحنا عندنا في شق تاني في وزارة البيئة هو جهاز شؤون البيئة. جهاز شؤون البيئة لديه أجهزة رصد الملوثات في الهواء تم وضعها في مناطق متفرقة داخل المحافظات وبالذات في المناطق الأكثر تلوثا بالهواء، بحيث أنها يبقى في قياسات لجودة الهواء. لو خرجت عن الحدود المسموح بها في لجان بتنزل من وزارة البيئة بيحصل عملية تفتيش للمنطقة دي، الانبعاثات دي جاية منين، سواء جاية من منشأة صناعية أو من خلافه. هي. بيتم التوجه للمنشأة دي وبيتم معالجة الأمر بيها بحيث أن أنزل بالليمت المسموح به في جودة الهواء. والمحطات دي موجودة على 27 محافظة، عندنا خريطة موجود بيها ودي تبع وزارة البيئة أو تبع جهاز شؤون البيئة. ايضا الجزئيه الخاصه بتلوث الهواء او سلامه الهواء ده ليه علاقه باداره المخلفات برضه. طبعا لما ادير المنظومه بتاع المخلفات بشكل امثل بتخلص من المخلفات بطريقه امنه، كل الامور دي بتنعكس ان المخلفات ما بيتمش حرقها ونسبه الاميشن او التلوث الناتج عن عمليه حرق المخلفات عاليه جدا. فلما تخلص من المخلفات بطريقه سليمه ايا كان نوع المخلف، مخلف زراعي او مخلف بلدي او مخلف اخر، لا بينتج عنه سلامه لجوده الهواء. صحيح.
طيب هو في موضوع أنا وقتنا جري مع حضرتك بسرعه، ولكن في موضوع لازم انهي بيه مع حضرتك ونفرد له مساحه يكون لنا لقاء مع حضرتك فيما بعد فيه ان شاء الله. واي نجاح لهذه المنظومات اللي حضرتك اتكلمت فيها لن تنجح النجاح الكامل الا بتعاون المواطن، بزياده وعي المواطن. اكيد بتشتغلوا على النقطه دي، يعني ده لازم لانها شيء اساسي في نجاح المنظومه. بالتوازي زي ما حضرتك اشرت، المواطن جزء اصيل في المنظومه، جزء اصيل في المنظومه. لو المواطن بيتم، هي جزئيه احنا بننادي بها المواطن، ان يتم فصل بس المخلفات داخل الوحده السكنيه. فصل المخلفات دي بينتج عنه قيمه اقتصاديه للمخلفات. لما المكون العضوي يكون في كيس وباقي المخلفات في كيس اخر، المكون العضوي ده انا بنتج منه سماد عضوي مطابق للمواصفات، مش ملوث باي نوع اخر. هل في لقاءات مباشره؟ هل عن طريق الاعلام؟ لكم وسائل متعدده في هذا المجال؟ عندنا اداره للتوعيه والتدريب بتنزل لكل المحافظات. القطاع الخاص اللي المحليات بتبرم معاه التعاقدات في جزء في العقد خاص بعمليه التوعيه والتدريب. يعني احنا بنلزم الشركات والقطاع الخاص اللي بيؤدي الخدمه للمواطن جمع المخلفات من الوحدات السكنيه والتجاري، احنا بنلزم القطاع الخاص ده ان يوعي المواطن اثناء عمليه الجمع. ده جزء اساسي في التعاقدات اللي بيتم ابرامها مع القطاع الخاص، بحيث ان القطاع الخاص ده هو اللي بينزل لكل وحده سكنيه، هو اللي بينزل لكل وحده تجاريه، فهو الاساس في عمليه التوعيه كمان. بالتوازي احنا شغالين مع كافه الوزارات لوضع برنامج للمواطن، توعيه المواطن. هو الموضوع مهم جدا ولازم نفرد له لقاء مع حضرتك في الفتره القادمه، لان موضوع اداره المخلفات وزياده وعي المواطن بالتعاون معاكم مع الجهات الحكوميه ده شيء اساسي لنجاحكم في اي، وهيوفر فلوس كثيره جدا وهياتي بنتيجه يعني ايجابيه كبيره جدا ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، الاستاذ ياسر عبد الله مساعد وزيره البيئه لقطاع المخلفات والقائم باعمال رئيس جهاز تنظيم اداره المخلفات. شرفتني ونورتني، ودايما بالتوفيق كده ان شاء الله. شكرا فندم. أعزائي المشاهدين، يعني بسعد دائما باللقاء مع حضراتكم، ولقاءنا النهاردة عن أهمية إدارة المخلفات، العائد زي ما قال ضيفي الكريم، العائد ليس اقتصادي فقط، ولا هو خدمي واجتماعي وثقافي وبيئي. بختم ختام المعهود مع حضراتكم، عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة، والله الموفق والمستعان. تحياتي.